بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم فيديو جديد حول منحة المرأة الماكثة بالبيت اللي لقات رواج كبير وكبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك اليوتيوب. لكن السؤال المطروح، هل هذا الكلام حول هذه المنحة صحيح أو لا؟ وهذا اللي راح نعرفوه في هذا الفيديو. لكن قبل كل هذا، ما تبخلوش علينا باللايك، وإن تكرمتم أرجو الاشتراك في القناة وكذا تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد. من حتى المرأة الماكثة بالبيت، رانا نسمعوا في هذه الأيام الأخيرة من هذا العام ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. لكن السؤال الأهم، هل هذا الكلام صحيح أم أنه مجرد حبر على ورق أو كلام موجه للاستهلاك لا غير؟ عند تصفحي لبعض القنوات على اليوتيوب أو الفيسبوك، شاهدت بعض أو أكثر الناس تتحدث وكأنها تعلم علم اليقين أن هذه المنحة تم الموافقة عليها، وراح البعض إلى أبعد من هذا حيث أكد أن المنحة تقدر بمليون سنتيم، وفيهم من استدل ببعض الفيديوهات القديمة. أتمنى أن يكون هذا الموضوع صحيح، وياليتني نقدر نصدقه، لكن للأسف كل الفيديوهات اللي تفرجتهم عبر اليوتيوب فيها تناقض كبير وكبير جداً. يا خوتي ويا أمهاتي، ما تصدقوش كل ما يذاع ويشاع عن هذه الوسائل التي تبحث عن الربح أكثر من المصداقية. ولتأكيد كلامي، اتفرج معايا هذا الفيديو للسيد رئيس الجمهورية وهو يتكلم عن هذا الموضوع. أظن أنه في تجمع حول المرأة الريفية، وهذا أظن قبل 3 سنوات الماضية والله أعلم. واسمعوا هذا الفيديو باش تتأكدوا من كلامي. أجدد التزامي بالعمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف، ودعمها ومرافقتها، وتسهيل مهامها بين مهماتها الحساسة في الأمومة وتربية الأطفال وإدارة البيت ومسؤولياتها المهنية، وإنشاء آلية الضرورية لتعزيز مبادراتها ونشاطها وترقية، خاصة في المناطق الريفية والنائية، حيث يقتضي الواجب مساعدة المرأة الماكثة في البيت، تمكنها من إبراز مواهبها في الخلق والإبداع حتى تتحسن قدرتها الشرائية. قلت في أول الفيديو أن هناك من يضلل الأمهات والأخوات ويستغلهم في جمع بعض المشاهدات، لكن ولا واحد، وأتحدى أي كان، أنه عنده تصريح جديد عن هذه المنحة. وأنا نقول ما تصدقوش كل هذا الكلام إلا إذا سمعتوا تصريح من طرف مسؤول على هذا القطاع أو كلام من السيد رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع. والأدهى والأمر أنه هناك من استدل بالسيد الوزير يوسف شرفة وقال أنه مؤخرا وفي تجمع في البرلمان حكى على هذه الفئة. ألا يعلم هذا وأن الوزير أو وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة تم تغييره بوزير آخر واسمه فيصل بن طالب، أظن تقريبا هذا منذ مدة عام. أعلم أن أغلب الأمهات والأخوات ما تعجبهمش هضرتي لأني كذبت هذا الموضوع، ولكن هذا الكلام ليس قرآنا، قد يكون جديد حول هذا الموضوع في سنة 2024 ولما لا، لكن ليس بهذه الصيغة أو بهذه القيمة اللي يحكيوا عليها في المواقع. والشيء اللي نعرفه حول هذا الموضوع وقد لا يكون صحيح أو مؤكد، وإنما مجرد كلام من طرف نواب في البرلمان أو نائب في البرلمان، وهو رفع من حتى المرأة الماكثة بالبيت، والمقصود هنا هو من حتى الأجر الوحيد اللي يتقاضاها الزوج العامل والتي تقدر ب 80,000 كما حكى هذا النائب. اسمعوا معايا هذا الفيديو. ما تجيب له، لا تدي 5 دنانير، 500 فرنك المنحة،
كيش المنحة 500 فرنك ما عايش عندنا درك 510 دور وال10 دور ما كانش شباب صغار معنا هنا برلمانيين ما يعرفوهاش ال10 دور وما زالت 550 باه وكتجيب الولاد تدي 60,000 هما كيلاهما دمار الاثنين 60,000 ما تجيبش كوش الساشي تاع الكوش 104,000 الناس راهي تدي في 200 اورو 300 اورو المنحه وحنا رانا مازال في الدينار 100 طراك و10 دور كذلك مقارنه يعني بعض المؤسسات راهم يديو 600 للمراه يدعون انهم مؤسسات ربحيه واقتصاديه والربح ما كانش على البالي بها المؤسسات يديو 600 جزائريين كلها المحنه الاخرى المنحه منحه الاطفال لوكاسيون فاميليال 30,000 و60,000 بالله عليك قول لنا هي 30,000 ولا 60,000 برك في الواد ولاية المغيرة 35 الواد 60 أسعى سيد الوزير ودير عليها هذه علاش واحد يتبع في التعليمات تاع وزير سابق لداعي لذكر اسمه في سنة مش عارف ايه كلها من سنة 85 84 94 وكلها قضى عليها الظهر من الضروري تحيين هذه المراسيم وهذه القوانين تحيين نتاعها والله من العيب كي نلقوا احنا بلي رانا نمشوا بقوانين كاملة تاع الضمان الاجتماعي والمراسيم 83 87 91 يا ودي في القرن الاخر لا انترنت ولا عولمه ولا تتبدل الظروف كل 10 سنوات تتغير وتحين المفروض ما بالك احنا رانا في 40 عام تعويض تاع العلاج الطبيب 5,000 جينيراليست وسبيسياليست 10,000 بالله عليكم كاين طبيب يعقب 10,000 ولا 5,000 200,000 اليوم ولا 150,000 اعطوا الناس حقهم الله يبارك فيكم راهم يشوفوا تقول لا في الزواوله تاعكم الموظف ولا ما عاد عارف عنده معركه مع الشهريه تاعو كي تدخل راس الشهر اسبوع ما يرقدش في الليل يحكم القلم مستير خلص الدين. بعد ما سمعت وتفرجت على هذا الفيديو كل واحد يقولنا في لي كومونتير وين هو الكلام اللي قريب للصح. نتمنى انهم يراجعوا هذه المنحه اللي حكى عليها هذا البرلماني ولما لا ما يديروش منحة خاصة بالمرأة الماكثة بالبيت كما راهم يتغنوا بها أصحاب القنوات. أما عني أنه ليس لدي أي معلومة حول هذه المنحة اللي نتمنى أنها تكون ويستفدوا منها الإخوة والأخوات والأمهات اللي يستاهلوا كل خير إن شاء الله. وفي الأخير ما تقلقوش مني لأن الفيديو التالي خيب الكثير من الأمل لكن هذه هي قرايتي لهذا الموضوع وفي الأخير ما بقى لي غير نقولكم إلى اللقاء في فيديو آخر مع موضوع آخر إن شاء الله سلام.